شركه فارست اونلاين، ازيكم عاملين ايه؟ جايبه لكم النهارده حاجه كويسه جدا، منتج رائع جدا. كل البنات اللي سالوني عليه وكل الشباب اللي كانوا طالبينه مني، جايبه لكم النهارده شاشه 3D يا جماعه، يعني الناس اللي هم مهتمين وعندهم شغوف كده بمشاهده الافلام. جبت لكم النهارده زي ما بقولوا من السينما في بيتك، لا يعني بعد كده هتقعد في البيت كده والسينما هتكون موجوده معاك. الشاشه اللي انا جايبه لكم النهارده دي شاشه 3D اسمها اوبن ذا ماجيك، حاجه جميله جدا يا جماعه، صغيره في الحجم بس فظيعه كده في المفعول بتاعها. هنشوف مع بعض جوه المنتج عامل ازاي. كله هيقول لي يعني ايه شاشه 3D؟ في شاشه كده بنحط فيها التليفون من جوه ونشغل مثلا فيلم او اي حاجه احنا عايزينها، بتكبر الشاشه بطريقه كويسه جدا كان موجود قدام، كانك شايف او قدام سينما بالظبط. الشاشه بتكون كبيره جدا وبتعيشك جو الفيلم نفسه كانك جوه الفيلم، كانك يعني بتمثل مع الناس اللي جوه. بصراحه يا جماعه جميله جدا، وكمان سعرها رخيص جدا، يعني في اي حد ممكن يقدر يشتريها. ممكن تهديها هديه لصاحبك، ممكن تهديها هديه برضو لصاحبتك، ممكن تستخدمها لنفسك، بصراحه هتكون كويسه خالص وهتعجبك جدا. تقدر تاخدها معاك في اي مكان، في الجامعه، في الشغل، في اي مكان، بدل ما تفضل ماسك التليفون وكده ويفضل تبقى الشاشه صغيره عليك وتوجع عينيك، لا الشاشه دي هتكبر. كمان الناس اللي عندها برضو يعني النظر عندهم بس ضعيف شويه والتليفون بيوجع عينيهم وكده، بقول لكم ان الشاشه دي هتجيب معاهم نتيجه كويسه جدا، هتكبر معاهم الشاشه ومش هتوجع عينيهم خالص. شاشه 3D سعرها رائع جدا، ممكن اي حد يشتريها يا جماعه، ممكن اي حد يهديها هديه لاي حد. يا ريت لو انتم حابين تطلبوها يا ريت تكلموني على الارقام اللي موجوده في الشاشه، وانا في انتظار طلبات حضراتكم. ولو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. وانا سعيده جدا بحضراتكم، يا رب دايما اكون احوز على رضاكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.